ولكم افتحوا الباب، ماكو احد هنا. ولكم لازم الزم الخاين. ولكم افتحوا الباب، راح اموت. ولكم افتحوا الباب، شنو ماكو احد؟ ما حد يسمعني؟ افتحوا الباب. ويلي جول 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 جول. لا ولا شيء، ماكو شيء، هسه بدت اللعبه. جول 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 جول. ولا هدا على كيفك، على كيفك. حلال عليكم، ايه حلال عليكم. لك حسين، هذا نعمار دمرنا ترى. ها والله تحكي صدق عنغاتي، تدمرنا من صدق. ولك شلون يجيبون علينا 3 قوله بخمس دقائق؟ راح نفوت الموسوعة جنس ما شاء الله. قول الله ترى راح اكد لك حسين، راح اكد لك. الله الله، هدئ عيني، هدئ على كيفك، خلي تخلص اللعبة هسه وبعد عندنا وقت نتكاون. ولك شنو تخلص اللعبة، انفضحنا. بسرعة افتحوا، خلصوني، يلا خلصوني. اشكرك عمو، من كل قلبي اشكرك. انفضحنا والله، راح نسوي ايه؟ عمو نعمان، لقيت الخاين. الخاين واحد لاعب اسمه ناجي، تدري شو مسوي؟ هذا طلع مخلي حبوب مي فريقنا. لك لعد من هذا، هذول دير يجبون هيجي عبالك جدي مذبوح. لا تشوف انا هسه اخابر النقيب. الو انا سيدي، انا باللعبة. سيدي انا همي جقال الله، شنو هالنتيجة هذه، شنو هالبهدلة؟ سيدي اكو واحد مخلي مخدر بالمي، ايش هذول شربوا من عنده وقاموا يرجفون هيجي وراح ينهارون. تعال شوف حالهم سيدي. هذا مرت اللخم يجقول لك. نعمان هاي صاير بفريقك، منتهين انتو. لا تسألني سيدي، لا تسألني. شوف صاروا مثل الطليان، قاموا يوقعون هيك واحد ورا الثاني. هذا جاسوس مال الفريق الثاني، مخلي حبوب بالمي مال فريقي، وجماعتنا من شربوا وصاروا هيك. شوف حالهم، شوف بعينك. زين وين هذا اللي سوى هيك؟ علي كمال دا يراقبه، بس يلتقي الجاسوس ويوم يدرب الفريق راح يعطينا خبر، ونروح نلزمهم ان شاء الله ونكشفهم بالجرم المشهود. حلو، لازم نلزمهم بالجرم المشهود، يصير دليل بيدنا. اي لازم. انا بعد ما اقدر اشوف احد، فضحت. والله تحكي صدق اخوي، انا خجلان وياك. اي والله هذا حج نعمان فضحنا قدام شيخ رشيد. انا اقول خلينا نروح نحاسبه. امشي. عافية ناجي، انت تستاهل الفلوس. انا هسه رايح لغرفة التبديل اجيب الجنطة هناك، انت هم تعال هناك. حج نعمان ايش تسوي انت، دمرتنا. لكن انت شلون واحد، راح اموتك انا. ها اهدى على كيفك، عيني على كيفك. اهدوا اهدوا، باعوا والله وبالله انا راح اخذ هاي اللعبة وانا راح افوز، راح تشوفون. هيك بس اخلي اصبعي هيجي هيجي اشارة انطي ونربح. شلون ناخذها بالله، ولك القوالة اللي اكلناهم لا تعد ولا تحصى، منتهين احنا. ايه كافي لك، انا هنا لحج نعمان المصارع العالمي، اذا وعدت بشي انا اوفي بوعدي، واني كلمتي كلمة. امو نعمان، امو نعمان، هذا الرجال راح لغرفة التبديل. صدق؟ يلا خلوا نروح لعد، يلا امشوا، يلا يلا امشوا يلا. لك في قوم ها النقيب ليش جاي؟ لك ليش ما يجي؟ اللي جاب الفريق على هالحاله مجرم، لازم يفوت على السجن هذا نعمان. شيخ رشيد والله انا افتهمت، هذا حج نعمان لزم الخاين وهم راحوا ورا. الله الله، صح كلامك لك، يلا احنا هم نروح. اخذ انت تستاهل الفلوس، السنة الجاية اخذك الفريقي. تسلم استاذ عظم، انا اسوي كل شيء على مودك. شرطة لا تتحركون، سلموا نفسكم، لا حد يتحرك. ناجي الخاين. ايه سيدي هذول هم ناجي الخاين ومديره، شفناهم. اخذوهم يلا، اخذوهم يلا، اخذوهم بسرعة بسرعة بسرعة. لك يا اثول يا خاين،
ايه استاذ، شفت مدرب الفريق الاخ ويا ناجي، كانوا يشتغلون سويه. انا سمعت هذا ناجي من كان يحكي وياه بالتليفون، سمعت كل الحكي اللي بيناتهم، كان مخلي حبوب مي فريقنا حتى نخسر. اي عيني شيخ، اني مو قلت لك حج نعمان راح يدبر هالشغله ويمسك الخاين؟ اني مو قلت لك؟ يعني هاي اللعبه ما محسوبه؟ طبعا ما محسوبه، اني مو قلت لكم؟ من عنطي اشاره باصبعي ترهم، مو قلت لكم هاللعبه ما تصير؟ مو قلت ناخذ اللعبه يعني ناخذها؟ اي يعني هسه احنا اللي نصير 3-0 وراح نصعد المرتبه الثالثه، يعني احنا اللي فزنا. اي طبعا، بس هاي الشغله علي كمال كان له دور كبير بيها والله. ولك وصخت ايدي اسول. تسلم ام نعمان، راح اروح بطريقك اني هم اصير مثلك. لا عاد احنا ليش واقفين؟ ها يلا 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 يل